من المحاولة ومنه الإجابة بجرأة، من السؤال ومنه توضيح الحقيقة، من السهم ومنه تسديد بدقة. ضيف السهم في حلقة اليوم هو تاريخ الميلاد 13/5/1977، البرج الثور، الحالة العائلية متزوج، المهنة مستشار في تسيير المقاولات وكوتش معتمد. المواصفات: شخصية مغامرة استطاعت أن تحول الفشل إلى نجاح، استثمر في عقله وإمكانياته وتسلح بالإرادة ليصبح واحداً من أشهر الخبراء في مجاله. أفكاره قد تصيبك للوهلة الأولى بالصدمة، فهو براغماتي لأقصى حد، لكن سواء اتفقت أو اختلفت معه لا يمكن إلا أن تحترم خبرته وتستفيد من تجربته. هذه المواصفات تتطابق، وبروفايل واحد هو لي طارق المليح. إذا ضيف السهم في حلقة اليوم هو الأستاذ طارق المليح، مرحبا بك، نهار كبير هذا. بارك الله فيك، شرف لي نكون حاضر معك في البرنامج اللي هو محتوى هادف. يخليك. وبرنامج كنتعلموا منه بزاف الحوايج. ليلة شهادة كنعتز بها سي طارق. حقيقة وهي حقيقة. وطبعا إلى كان المحتوى هادف بفضلكم، فضل ضيوف قيمة ديالكم. بارك الله فيك. على بركة الله اليوم موجودة بزاف ديال الأسئلة وعندنا شي قضايا شائكة. مرحبا. نحاولوا نشرحوها للناس اللي مهتمين مجال تخصصكم. على بركة الله ننطلق. ننطلق بسم الله. على بركة الله، والفقرة الأولى هي سهم كلمة. إذن سهم في كلمة عندي ليك سي طارق 10 ديال الأسئلة. الفقرة سريعة وبسيطة. 10 الأسئلة سريعة، والمطلوب أنك تجاوبني بكلمة. أوكي. نحاولوا نختزلوا المعاني بصف. وخا مرحبا سي طارق. الأحلام بالنسبة لك هي؟ هي أهداف بدون وقت، غير محدودة بالزمن. غير محدودة بالزمن. الشاب المغربي يحتاج لي؟ الوعي بالذات. المستحيل هو؟ لا شيء مستحيل. النجاح يصنعه؟ الجريئين. الفشل يعلم؟ يعلم تجارب. أكبر إخفاقاتك؟ دخلت في علاقات اللي غير محسوبة. أسعد لحظات حياتك؟ الزياد ديال بنتي ماريا. الله يخليها لك. بارك الله فيك. المال يحقق؟ يحقق الأهداف ولا يحقق السعادة. أكبر خدعة في الحياة؟ أكبر خدعة في الحياة أننا كنمشيو بالمشاعر ديالنا، يعني الفيلين كنحس بيه كتحسي بيا، ليزيموسيون شتو كيفاش شاف فيا، حسيت بيه حب شعور كذا، كنمشيو بالفيلين وما كنحسبوش الأمور بعقلانية. نصيحة كنت أود لو قدمها لي أحد وأنا ما زلت في مراحل الطفولة الأولى. النصيحة هو أن الوقت ما يمكنش تستوكي ولا تخزنه وكل شيء. أي لحظة مهمة الوقت خصك تستافد منه، وهذا الشيء كنعيشوه ملي كيموت لك شي واحد من الأقارب. وأنا مريت بهذه القضية هذه، ما بقيتش كتسيب ولو لحظة ولو ثانية مع داك السيد. يعني حياتك مهمة جدا، حياتنا عبارة على وقت، استافد من هذا الوقت اللي فيه أنت، يعني استافدوا من هذه الفرصة هذه، استافد من الحياة ديالك، الحياة تمر. واضحة الأجوبة ديالك سي طارق. يلا دابا غادي ندخلوا نفصلوا في شي حويجات. مرحبا. وأول حاجة غادي نبداو بها هي سهم القلب. سهم القلب. إذا مباشرة فقرة ثانية، سهم القلب. إذا سهم القلب سي طارق، وأنا كنقلب في الباركور ديالك، عجبني بزاف شي حويجات درتيهم، فيهم واحد الجرأة يمكن كتنقص بزاف ديال الناس. انت كنتي موظف، بحال بزاف ديال الناس كيشوفوا فينا. ولكن في واحد اللحظه زمنيه معينه من حياتك قلتي انا ما مديورش الوظيفه، انا يمكن ماشي هذه طريقي. 15 سنه تقريبا وانت يعني داخل في القالب اللي هضرنا عليه قبيله. واحد النهار قلتي انا غنخرج من القالب، غندير داكشي اللي انا باغي نديرو. فعلا. شنو وقع؟ كنت في واحد، انا الباركور ديالي كان في ملتي ناسيونال، شركات عالميه، وحدة ديال الأدوية وحدة ديال الاتصالات، ماشي اتصالات يعني تيليكوم. كنت في يوم واحد النهار كنت جالس مع الفيس بريزيدون لو سكون ديال الموديل العام الثاني، وبديت كنسولو أسئلة على استراتيجيات العمل فين غاديين. قال لي أنا ما محتاجش شي واحد اللي يهضر معايا في الاستراتيجي، محتاجش شي واحد اللي يدير خدمة إيكزيكوتي بالعربية. تعرفت لازم، ما فهمتي قاعد الفهم انت وعجبك راسك، سير داكشي برا.
وفعلا ما تسرطاتش ليا زعما في ديك اللحظه، وانا اشكره جزيل الشكر. نتاك رب ضره نافعه، لان كاين شي صدمات خصهم يفيقوك، خصك تعلم منهم الدروس. داكشي علاش قلت لك ما كاينش الفشل. هذيك الصدمه هذيك خلاتني انني نفيق، كنقول والله الا السيد عنده الصح. قد ما كانت الصدمه قويه قد ما فيقاتني. هكا كتكون غادي في ديك الروتين اليومي، غادي جاي عاجبك راسك بخير، واحد الصالغ، واحد الصالغ مزيان، كان واحد الصالغ الحمد لله، الله لا نمنع الله شيئا، كان مزيان والطومبيله مزيانه واصدقاء عارفهم كل شيء. هذاك الكلمه اللي قال لي فيقاتني، قلت عنده الصح. الا كنت انا كاع فهمت هذا الشيء ماشي نجرب على برا. سولت راسي اشنو كنعرف ندير. اول سؤال خصك تسولو على راسك، الا كنتي باغي تخرج اشنو كتعرف دير. لان ملي غتخرج من هذيك الوظيفه، هذيك الوظيفه كانت عاطيك واحد الامان، واحد الامان. حنا كنقلبوا على ثلاثه الحوايج، اللي قلبت على اي واحد غتلقاه كيقلب على ثلاثه ديهم كمثلث. كنقلبوا على واحد الضلع سميتو الامان، لا بروتيكسيون، امان امان. واحد الضلع سميتو لا كونيكسيون، حنا انسان ديال العلاقات، الضلع ديال لو با هو لا كونيكسيون. واحد الضلع سميتو لا نيوتريسيون، لا نيوتريسيون هي ماشي على الاكل، ماشي التغذيه، ماشي على التغذيه، التغذيه الماديه والمعنويه يعني والماليه والروحيه وكلشي. هذا كان كنت كتغدي فيا لا نيوتريسيون، يعني كاين واحد الصالير كيغديني انا كلشي. لا بروتيكسيون ما كايناش، علاش؟ لان انا كنت تما واحد السالاري عند واحد الشركه بسميتهم هما باش خدام، باش ملي غنخرج نعود اونتربرونور ولا انفوبرونور بوحدي ولا فريلانسر، واش غنقدر نواجه التحديات ديال هذا العالم؟ ما عندكش على من تسكي ولا في من تخبع، انت اللي غتواجه الصعوبات. اكزاكتومون. وتما غتعرف راسك، انا كنقولها بالعروبيه شويه، كتعبر زينك، كتعرف راسك شحال ساوي في المارش، شنو كتسوى. لان لا كارت فيزيت كانت عطيك واحد واحد لو ستاتي، واحد لا بوستور، واحد التمثيل، واحد بريستيج وزبان والطوموبيله مخلصه وكذا وداك الشيء. ملي كتخرج كتخرج للواقع. انا ملي خرجت من هذاك لو ستاتي اللي كان كامل وديك الطوموبيله وكذا، هذا المازوت كيجيني غالي، لان كانوا عاطيني كارت غازوال في ذاك الوقت، ماشي دابا. ذاك الوقت كان كيجيك غالي، ذاك الوقت كنهضروا 2015 كان كيجيني غالي. رجعت كنركب على في تي تي، على بيسيكليت عندي. الوالدة عندي كنت غتشوف البرنامج كتقول ويلي ويلي ويلي، علاش غيشربيت فيك من الطوموبيله والكومبليت تيرك فوق بيسيكليت وكل شيء. كنقول الغالب الطوموبيله راه كاينه في الكراج، ولكن راه ما عنديش المازوت غالي، المازوت غالي. كتفهم اهميه الاشياء وكتعود كتستمتع بهذوك الاشياء. سي طريق، فاش خرجتي واقع الحقيقي سوق الشغل بلا غطاء وبلا شي واحد تسكى عليه، شنو لقيتي راسك كتسوى؟ تعلمت جوج دروس. اول حاجه اللي عرفتها انني كنت واحد الكذاب كبير، كنت غامق على راسي، كنت كنكذب على راسي، انا راني واعر وانا راني حاكمها وانني انا عندي علاقات وانني مهم وانني كذا. ملي خرجتي بحال داك السراب اللي في الصحراء كيبان لك راه ما، وكتمشي كتبصر كتلقى والو. كاع دوك الصحاب اللي كنت معول عليهم، كاع دوك الشركاء اللي كنت معول عليهم، حقيقه شيء اخر. كانوا كيتعاملوا معايا كارت فيزيت، واحد لو كادغ. ثاني حاجه عرفت انني خصني نتعلم، وهاد الحاله التعلم انك تبدا توعى براسك، لان المحن كيخليوك انك توعى شنو كتسوى فريم، كيسكو تي فو، شنو هي القيمه ديالك الحقيقيه. حيدنا ديك لا كارت فيزيت، حيدنا دوك العلاقات اللي فيك، حيدنا دوك الكليون اللي كانوا كيكبروا بيك لان كان عندك القرار. بصراحه فهمت ان الحياه تقوم على المصالح وليس على المشاعر، تقوم على المصالح ومع القوة. اللي عنده القوة وعنده المصلحة ينفذ الأمر دياله، اللي ما عندوش ما برش تعرف لسي كانت عندي لا قوة لا مصلحة لا مال لا والو، سين تعلم. وهذه فكرتني في واحد القضية، أن الأب ديالي الله يرحمه مات وأنا كنت في عمري 14 سنة بالضبط، بقى شهر باش تكمل 14 سنة، وكان كيقول لي واحد الكلمة، كيقول لي أنا غنموت لأن كان عندهم كونسير. كان كيقول لي الوصية اللي وصاني بها، الوالد الله يرحمه ما خلاش نحن ممتلكات ولا ما خلى والو، زعما والو والو لا خلى التربية، وخلى واحد الكلمة اللي خلى لي أنا واعتز بها، قال لي كون راجل. هذيك كون راجل هي ما كنتش فاهمها في ذاك الوقت، ولكن من بعد يعتمد على راسك، نوض عول على راسك، عول على راسك، كون ريسبونسابل وعول على راسك. والحمد لله نفعتني هذيك الكلمه. في 37 سنه ملي خرجت، ملي خرجت 38 37 ملي خرجت، قلت الوصيه ديال الوالد الله يرحمه شنو كيقول لي؟ يقول لي كون راجل عول على راسك. دابا ما كتعول على حتى واحد، غتعول على راسك وتعول على الله سبحانه وتعالى. التوفيق من عند الله، وما توفيق الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. توكلت على الله وقلت خصني نبدا نتعلم، وخصني نبدا نقلب على الكليان،
وكاين اللي غيصيدك ما غيخلصكش كيلغوك فغومون كاين ان فري بروبليم كتخدم مع الناس وما كيخلصوكش ومن بعد كيخرجوا لك شي حوايج كاين وعود كاذبه كاين اللي غينصب عليك كاع كاع ولا بدا كاين القراصنه موجودين قرصنات خطيره فهمتي القرصنه دابا ما بقاتش بداك السيف ولا بالعينين ولا بالبطوط هاد القرصنه بقهوه بكومبلي لابس مزيان وكل شيء داير ساعه زوينه طومبيله زوينه ولكن راه قرصان متطور فهمتي ولا لا قرصان متطور عصري 3.0 مخدم الانترنت مخدم كل شيء خصك تقبل بهذا الشيء وتقول نتوكل على الله والحمد لله هذيك وادي الموت اللي كيموتوا فيه الشركه داك العام الاول ان شاء الله تيسير اننا واحد المؤسسه عموميه عيطت لي باش نخدم معها واحد انا اللي غنوصي اي واحد ملي تخرج ما يكونش عندك سهم واحد حنا في برنامج السهم واش عندك سهم واحد تكون عندك سهام سهام انا كانت عندي لا كومونيكاسيون كان عندي ان كابيتال سامباتي يعني كنت ملي كنهضر يعني الناس كيتقبلوا ان داكشي اللي كنقول يعني كانت عندي لا كومونيكاسيون مزيانه عيطت لي واحد المؤسسه عموميه وخدمت معاهم واحد الفريلانسين خدمت معاهم واحد لا بيريود صادفات لا كوب 22 عقلتي في 2016 كانت لكوب 22 خدمت معهم واحد لابيريود والحمد لله جاب الله التيسير والناس كانوا معقولين وخلصوني وتما قلت راني بادي غير هو اللي غيخرج قلب على نجاحات بسيطه وصغيره كل يوم والنجاحات ماشي ماديه نجاحات يمكن انك تقرا كتاب انك تعلم شي حاجه جديده ديما بني على النجاحات بني على الانجازات ولو تكون صغيره وبسيطه ما تستعجلش النجاح ولا انك ما تحرقش المراحل ما تحرقش المراحل تب شويه بشويه الطبيعه ما كتحرقش المراحل اي حاجه واحد البذره لحطيتها في التراب ما يمكنش كل مره تهبش عليها وتحفر عليها باش تشوف واش كتنبت ولا لا لقيتك تحفر عليها وكبغيت تشوف النتيجه غتقصلها خاصك تصبر عليها واحد المده عاد كتبان لك ديك البذره كتكبر أجي دابا بغيت نهضر معك على واحد الموضوع شائك جدا وهي العلاقات العاطفية ولا العلاقات الإنسانية خصوصا في شقها العاطفي نهضروا على الحب والحب غيكون مزيان غيكون الحب لكن حساب بنكي لكن حساب بنكي عامر غيكون الحب مزيان لا ما بغيت تعيش بالعاطفة الحب ما كنديروش في الجميلة زعما تطوعوا ما نقدروا قدرتوا الزوجة ديالكم تحبوا تعمروا ذاك اللطو ديال الحب مع التالين لكن لما كانوش الفلوس وما كانش واحد لطبا وما كانش واحد لموية ما الحب ما غيبقاش عودة يتقلب الضد ديال وعودة كره عودة توريطة عودة وردتيني اني تزوجت بيك ولا ارتبطت بيك لا من ناحية الرجل لا من ناحية المرأة باش كون واضحين انا ما كنلومش انا زعما طبعا انا رمي مرأة تي مرأة وماريا مرأة والزوجة ديالي مرأة يعني ما غنلومش النصف الاخر ديال المجتمع يعني الا كان عندك حساب بنكي تو بيرميت لامور فهمتي ولا لا يعني اللي ما عندكش حساب بنكي ما محققش حب حب راسك بعدا خدم على راسك بحب راسك وبدا بالحب ديال راسك عاد تقدر تعطي الحب للناس الاخرين مي انت ما عندك والو باش تمحن ديك السيده غتورط راسك المشكله انها غتولد وغتورط دوك الاولاد وغنصيبو مشاكل اخرى مع هاد الشباب اللي كيعيش ما عنده ولا هدف لا والو لحقاش والدي وغيدور فيك ملي غيكبر يقول لك ما وفرتيش ليا ما درتيش ليا ما عملتيش ليا دري دابا عاد صعب من لا جينيراسيون ديالنا حنا كي متطلبين جدا نايكس جينيراسيون زد ودابا جينيراسيون الفا عاد متطلبين عاد كيشوفوا الانترنت عاد كيقارنوا كيشوفوا الحياه يعني غيمحنوك ويعذبوك علاش لان بديتيها غلط بديتيها بالمشاعر بدا بالعقل عافاك اذا انت بالنسبه لك المشاعر كتغلطنا لا شوف المشاعر مشاعر سي با كونتيفيابل ما نقدرش ندخلوا نقولوا شحال عندك ديال المشاعر شحال عندك الزوجه ديالك غتقول لك شحال عندك الصباح ملي غتفيق انا الزوج ديالي اسمع شحال عندك ديال الحب بالنسبه لي انا غنقول لي راني واصل 80% وعلاش بحكتي 70 ولا 80 كتفيق الصباح كتقول لي شنو غديروا الغداء للدراري اليوم انت غتمشي لمراكش انا نمشي لمراكش اليوم واش خليتي التقاديه ديال الفلوس ديال التقاديه ما كتقولش شحال خليتي ديال الحب وغتكون مراهقه مني انا اللي بديت كنطلب منها في هذا العمر ديالي اللي هو 48 سنه باش تحبيني وتجيبي لي الورد وتجيبي لي لي نونوس وداك الشيء الا جابته لي غنقول لك ما غلطات الشخص ياك ما ماشي انا زعما ما يمكنش خصنا كل حاجه عندها معنى وقتها يمكن كل حاجه عندها وقتها والحب ما كيدومش اللي كيدوم هو المعقول والحل الماديه كندويو على الماده بزاف ولكن الحل الماديه مهمه في هذا الوقت لان تعيش بكرامه ماشي كنقول الحاله الماديه مليون دولار داك مليون دولار كنشوف في الانترنت والطومبيلات واليخوت وداك الشيء عرفت ملي جابوا هذاك الكذوب هذا كيبان لي كذب ونصب باش يبين لك واحد الصوره وكذا ولكن الحقيقه المهم تعيش بكرامه خص شويه الفلوس خص التفاهم الفلوس
واسباب المشاكل بين الجنسين عندهم جوج، كاين المال والجنس، هادو اسباب مشاكل في العلاقات. انت بالنسبه لك مثلا ارتفاع نسب الطلاق ولا المشاكل ما بين الرجل والمراه هو الجنس والمال؟ والمال، الجنس والمال. حتى انا كنسقط واحد التصورات، المشكل عندنا هو مع التوقعات. كنتوقع من الشخص الاخر اللي قدامي، كنتوقع ما بزاف، نتوقع منه بزاف باش هذاك الفراغ اللي عندي ملاه ليا. كنجي انا خاوي، انا كشخص كنجي كنقول انا امي كتصاوب الكسكس مزيان يلا، لكن جي نبغي مرتي تصاوب الكسكس بحال امي، يعني انا عندي واحد الشياق للكسكس ديال امي، سي عاد امك تصاوب لك الكسكس وصافي، مرتك ما كتصاوبش الكسكس، عاد امك صافي وارتاح ما هنينا. ودابا امك شوفي دابا هو جاي بمو فراسو، واحد مو صغيره فراسو اللي كانت كتصاوب لي الكسكس، كانت كدير لي ليكوش، كانت كتعتني بيه، باغي مرتو اللي ما كيعرفهاش عرفها في 30 ولا 26 عام، بغات دير الدور ديال امو كتنعس حدا بالليل، فهمت صدق، ودي مع الاولاد. هذا زعما كيبان لي سكيزوفرينيا، فهمتي ولا لا؟ بغات تكون مرتو وبغات تكون امو. كذلك المراه، بابا كان كيوصلني حتى قدام الباب، ما كيخليش رجلي نحط قدام، ملي كنهبط من الدار عندنا الطوموبيل كتكون واقفه قدام الباب، بابا كراك انت طرف منه راكي خارجه من الصوت ديالو. هذاك راه واحد السيد حتى هو عنده مشاكل، وحتى هو مسكين محن وحتى هو غلبان، خاصك تمشي عنده فين وقف الطوموبيل وتركبي، ما تبقايش تسقط عليه. ولا ما عندوش طوموبيل خاصك تمشي على رجليك معاه، تركبي في الطوموبيل ولا تركبي في الترام. وحنا طورنا في الترام، كاين داك الشيء كوغيك زعما زوين، كاين تي جي في، كاين حوايج زوينين، تمشي تركبي في التي جي في وكلشي. الكاتكات ديال باباك سيعاد باباك، ما تبقايش مع داك الراجل. حنا كنجيو بواحد التصورات بواحد التوقعات، المشكل ديالنا هو التوقعات، كنتوقعوا هنا الواقع هنا، الفرق بيناتهم هو الاحباط. وهادشي اللي كيهرس العلاقات، هذا التوقعات والاسقاطات. كاين حاجه اخرى، كاين المقارنات. حنا كنعيشوا في واحد الوقت ديال المقارنه، السيده والسيد كيشوف في انستغرام، كيشوف سيدات جميلات، كيشوف الورد، كيشوف القلوب، كلشي، كيجي عند المراه كيلقى فيها ريحه البصله، فهمتي ولا لا؟ كطيب فيها ريحه البصله في لا بيريود، مشاكل كلشي، كيقولوا ايه اللي يمكن لا نستاهل ما احسن، اللي يمكن تقولبت. هاد الشيء، هاد الجمله ديال نستاهل ما احسن، يمكن بزاف ديال الناس كيتصنتوا لنا غادي يقولوا حتى توديكم على الجرح. ولا يمكن كيقول ياك ما انا غطيت كلكو شوز، هي لو فومو فير اوف ميسين اوبورتونيتي ولا اوت. حنا ديما كنقولوا ياك ما انا غطيت شي كلكو شوز، راني معاك هنا، ولي لا انا خصني نكون لهيه، ياك ما هذيك اللي كنت كنعرف كانت كتقطع معايا في ليستي كنت زوج فيها ما تكونش احسن من هذه. صافي حمد الله وشكرتي، صافي تورطتي راك هنا، صافي جلس ثبت ولا محكمه الاسره كتسناك والنفق. استمتع وحمد الله، حمد الله تأدبت، تأدب اكزاكتومون المرونه، تأدبت ما تبقاش توقعات تصورات حتى هذيك اللي كتشوف في الانترنت ولا هذيك انت اللي كتشوفي في الانترنت، نهار غتعيشي معاه تقولي مشكل هذاك الشيء راه كان فيك، راه ما كانش حقيقي. راه كل عنده همه، كل عنده نواقص ديالو، خصنا نتقبلوا راسنا باننا نتقبلوا ضعفنا. القوه ديالك انك تقبل الضعف ديالك، القوه ديال الشخص هو انه يقول هل الضعف ديالي. ولاحظي دابا في شي حيط لكانت شي شقة، هذيك الشقة هي من كيدخل النور، هذاك الضعف اللي فيها هو اللي مدخل النور لواحد البلاصة. يعني هذاك الضعف ديالك هو اللي تجعلو تقبلو وتخدم على نقاط القوة ديالك. ملي نجي عندك مجدة نقول لك أنا الغالب الله، أنا ملي تزوجت كنت كنشد صالير 3000 درهم في الشهر، 3000 درهم كنشد 3000 درهم. هاكي كشحال من واحد غيقول لي أنا ما كنشدش 3000 درهم. توكل على الله، بداك الشيء اللي عندك دابا خدم عليه باش تطور من راسك، باش غدا تشد اكثر. خدم على راسك باش راسك يجيب لك الفلوس. اللي ما عندكش فلوس دابا خدم على راسك، عمر راسك مزيان، كلشي عاد متاح، كلشي هذا، خدم على راسك وقلب كيفاش تكون ممتاز وتكون متميز وتطور من قدراتك من راسك. وسير قلب على علاقات ولو في الانترنت. ما كاينش اللي غتكتب لي دابا، انا كنجرب، ما كاينش اللي غتكتب لي في الانترنت وما غيجاوبكش، كتب في لينكدين، في انستغرام، كلشي، ولكن تكون انت قابل للعمل معك. ماشي انت كتكتب العربيه بالفرنسي، شحال من واحد انا كيكتب لي جمله ولا كذا يكتب العربيه بالفرنسي، كنقول لي كتب بالعربيه ما كيكتبش بالعربيه، ولا ملي كيكتب العربيه عربيه كامله اخطاء، وكيقول لك انا بغيت نخدم هذا العربيه ما ميتريزاهاش. يعني راك بحال تو اكسكلو من الاول كتمشي في حالك. يعني انت وخدم على راسك شويه خويا باش نجيو، باش انت متميز. انا كنتلاقى مع الشباب مقرا خرج من ما شدش حتى الكاطريام، مقراش، ما كيهضرش لغات، ما كي ميتريزي حتى حاجه، ما معلمش حرفه، كيقول لك انا البلاد ما عطاتنيش. ما كاينش بلاد غتعطيك اولدي، فين ما مشيتي اش غيعطيوك؟ انت راك عاله،
ما خدمتش على راسك ما تعلمتش حرفه ما درتيش حتى حاجه زعما ما نكلومش، ولكن كون واعي باللاواعي ديالك وعا بان هذاك الضعف ديالك خصك تخدم عليه باش ما يبقاش باش تقوي راسك باش ما تبقاش معلول او معاق عندك هذاك النوع من الاعاقه ان ما عندكش الكفاءه. لكن انت دابا كتمثل دور الضحيه ماشي دور المسؤول. دور الضحيه انك تقول انا راني ضحيه ديال اكس، وهنا ملي كتعد المسؤوليه ديالك كتلوح على واحد اخر بحال انت كترتاح. والدور الضحيه شحال مريح، هذا هو المشكل. مريح جدا، مريح جدا. وانا ما بدي واحد الراجل اللي ما هوش هو اللي خارج عليا هو اللي هو سبب تعاس، هو سبب سير كوني فرحانه لا مالك يلاه ما شكون شادك يدخل لك لده. لا هو سبب تعاستي وصافي، هو راه هو سميتو اكس طارق، راه طارق انت سميتك ايغريك، ايغريك قلبي للسعاده ديالك صافي. مالاش علاش كتلقي خطأتي مع طارق وبدلي ساعه اخرى دوزي لحاجه اخرى، دوزي فؤاد ولا امين ولا صافي وبدلي تماما ووضعي الحدود ديالك وقولي اشنو باغا. الوضوح، الوضوح وضوح صعيب، حنا خصنا الوضوح. كان هو اصعب حاجه. بغيت نسمع عندك جواب حقيقي. وليت كنشوف في انستغرام في هاد الحوارات بعض المرات ان الشباب كيلوم على المراه انها خدات له بلاصته في سوق الشغل، ان سبب البطاله هي ان المراه خرجت لسوق الشغل وكان زحمه الرجل. حقو ما يفيدوش العربيه ما كاينش، هذا هذا ثاني دور الضحيه. انا راني رجل، رجل ذكر زعما ما كاين، ما كاين مشكل عندي. هذاك اللي كيقول ان المراه خدت لك الدور ديالك عندك اخويا ما تبيع انت، ما يفيدكش، ما كتخدمش، ما كتجيش في الوقت، منفخ ليغو ديالك سيغ ديمونسيوني، ما تحد ما يهضر معاك فهمتي ولا لا، وباغي تريتمون سبيسيال وما يفيدكش. هاد المعادله هادي ما كاينه حتى في بلاصه. انا اللي كنت كندوي مع هاد الولد هذا اجي اخويا جلس قدامي يلاه شنو اش كتعرف دير، غنجيبو فاطمه ومحمد. فاطمه اش كتعرفي ديري؟ تجي مع الوقت، تجي مع الوقت. ملي كيدوي معاك الشاف قبلي يدوي معاك، يدوي معاك الاخر ما كتقول يدوي معاك الشاف لا، انا تخيط مو سبيسيال ما خصوش يدوي معايا. انا راه كنعيش هادشي مع شركات، مع شركات اقسم بالله دي ملتي ناسيونال وشركات عاديه كندير لهم الكوتشين. شحال من واحد كنلقى عنده المشكل مع راسه، كيفاش يقولوا لي انا باجي مع 8 ونص ما نجيش انا مع 8 ونص؟ انا مهم، هو معتبر راسه مهم. انا ما نجيش مع 8 ونص وانا خصني تخيط مو سبيسيال. كي شكون انت؟ ميسي ولا رونالدو؟ ولا رونالدو كيتريني وكيلعب 90 دقيقه، ورسميتو رونالدو كيلعب 90 دقيقه وكيتريني يوميا. انت ما كتريني، ما كتقرا، ما كدير والو، بغيت خدمه سبيسيال. شكون انا؟ امك بالعربيه شكون جاي عند امك ولا نحط لك كسكسو؟ زعما انا كنقول لي مباشره علاش ندير لك خدمه سبيسيال؟ بينما السيده كتقول لي واش باغا تخدمي بهذا الصالير وهذا كذا، كتقول لك نخدم. وكتسيبها غادي كتسلق صابره، وغادي كتسلق كتطلع وغادي مزيان. كيقولوا المراه كتصبر على الحقره. هو نقول واحد القضيه، هو ماشي بصح هاد التهمه هذه. نجيو ما غنجي لي من هنا لمهنا، ولكن نقول لك الحقيقه. المراه ذكيه جدا انك تعرف تتعامل مع العواطف ديالها، تعرف تتعامل مع دوك لي بيريود، لان في الشركه راه الشركه قائمه على الارباح، ما قائماش شتي البيلون ديال الشركه ولا هاد الاستوديو، ما فيش القلوب، ما فيش لي زيموسيون، ما فيش المشاعر، ما فيش المشاعر. فيه واحد لاشخص سالاريال، فيه دو، فيه الماء، فيه شحال الخلاصات، الحلقه شحال دارت، شحال ديال الاشهار، كل شيء كاين دي شيفر، ما فيش العواطف. وهذه خصنا نوعوا بها، تدخل لك راسك ان ما كاينش العواطف في الشركه. كاين واش كتربحني ولا ما كتربحنيش، اما كتربحني وكتنقص عليا لي شارج. كتصيب ان ملي كتخدم مع سيده، انا والسي امين وني اسوسي في واحد، كنجو تحيه للسي امين صديق ديالك اللي معك اليوم اللي معايا وني اسوسي. ملي كتعامل مع واحد الولد لا، كيفاش كتهضر معايا بحال هكا؟ ان بو دو ريسبي. هو راه ما دايش خدمته وشافر 3000 درهم، شافر 3000 درهم، شافره هذه الباعه هذا عشنا شافر. كتقول لي وحياه سي محمد راه 3000 درهم ما بانش في الكونت كلشي. يقول لك ان بتي بو دو ريسبي، ما بارل با كوم سا، راك شفار. المراه ما كتشفرش، غالب الاحيان كتلقى المراه ما كتشفرش، كتلقى غاديه خدامه صابره وغتحقق راسها، لأن تلاقات مع ذاك اللي شفار وعرفه ماشي راجل ما بغيش يخدم، وخدمات هي والتزمات وعنده هدف. وهذا هو اللي كيخلي أن تبدلات المعايير. أنا كنطلب من هذاك الولد اللي كيقول شدوا لي بلاصتي، جبناك أنت واش غتكون حسن منا؟ العالم مبني على التميز، ما مبنيش على لو سكس، على الجنس. أنت امرأة وأنا رجل، راه حدث أنك امرأة وأنا رجل، أنا لم أختار الجنس ديالي وأنت لم تختاري الجنس ديالك لحد الساعة. راكي امرأة وانا رجل، يعني راه التميز في ديك الشركة. واش انت متميز؟ واش كتربحنا ولا كتنقص عنا من لي شارج؟ كتوبتيميزي لي شارج. هي الشركة في الهدف ديالها في الاخر هو الربح،
ما كاينش شي شركه في العالم. اذا هي غتختار اللي بالنسبه ليها اكثر رونتابيليتي. يعني انا كنجاوبك ما غتختارش اللي غنحقروه ولا غنمارسوا عليه الساديه ديالنا، غتختار اللي غتربح معاه. ولا ما فهمتيهاش يعني المشكله في راسك. الشركه ما جابتش هذاك الباطون، راه ما جاش هنا باش يحقر هادوك. انا هذاك السيد اللي علاش بدلته حق الخدمه ديالو اللي زيرو، ما كيديليفريش في الوقت، ما كيجيش في الوقت، ما كيعطينيش، ديما لي زيكسكوز. غنجربك انت وغنجرب فاطمه ومنال وماريا واسماء، وغنجرب كاع هادو اللي خدم ليا غيبقى معايا. انا باغي اللي يخدم معايا ويكبر معايا ونخدم انا وياه، سواء رجل او امراه. ما كاينش انا بغي نتزوج بيه ولا بغي نصاحب معاه، انا بغي يخدم. انا بغي نعطيك لاطاش ديرها كوريكتومون، ما كيهمنيش شكون انت ولا كيفاش كتحس ولا الشعور ديالك ولا الجنس ديالك. انا كتبان ليا واحد السيد خصك دير هاد لاطاش في هاد 8 السوايع، درتيها مزيان الله يسر. واضح مزيان، شرحتي لنا مزيان هاد الجدل هذا وهاد اللبس. خليهم الا بغاو يبقاو دي فيكتيم خليهم يقول لك العيال صافي. حيت دور الضحيه كان كيريحنا وكي بحال كيبردنا شويه. حيت ما كتاخذش المسؤوليه، ما كنشوفوش راسنا في المرايه. حيت ديك المسؤوليه صعيبه ثقيله، تقول انا المسؤول على هاد الوضعيه ولا انا المسؤول على الفشل ديالي ولا على الفقر ديالي. هو المشكل ديال انا بحكم الكوتشين وبحكم هادشي اللي كندير، المشكل ديال الناس هو هاد القضيه اللي غنقول لك، ديما كيقلبوا على السبب ديال المشكل وما كيقلبش على شنو يقدر يدير هو، ديما كيبقى في السبب. انا وقع ليا لان فلان دار ليا، ما كيقلبش اشنو نقدر ندير انا. كيمشي يقلب ديما على لا كوز، كيقلبش على لو سونس، اش من اتجاه باغي انا. ديما كيطرح علاش كيوقع ليا، كيبقى في هذه علاش، وعلاش انا، وعلاش العيال تخرجوا يخدموا، وعلاش كذا، وعلاش هذا الوقت، وعلاش انت اليوم اشنو تقدر دير هنا والان. انا هنا والان اشنو نقدر ندير انا باش نحسن الوضعيه ديالي. هاد المره شدات هاد البلاصه، علاش شدات هاد البلاصه؟ واش كاع هاد العيال ما مزياناتش؟ لا، كيخدموا، كتجي في الوقت، كتعمل طبعا، وبزاف يعني ستريكت، وباغا تحقق ذاتها، وعنده حلم وعنده بزاف حوايج. انت ما باغيش، باغي عواطف، باغي تعامل. حتى لعبتي انت، حتى لعبتي باغي العواطف. انت يمكن بغيتي الورد، نجيبوا لك حتى الورد، ويمارس نجيبوا لك ورده ونجيبوا لك قليبات وكلشي، يبان لي تقلبات الايه. كاين شي خلل سكر. كاين واحد، ما عادش نهضر في الطاقه، ولكن الرجل فعل والطاقه وانت استقبال. الرجل خصو يكون رجل فعل، رجل جات من رجل، يعني كيتمشى كيدير الفعل، والمراه كتستقبل. بدا كيختلفوا المعايير، ان الرجل عاد باغي يستقبل، بغيتك تعتني بيا، تهلاي فيا، ماما كانت كدير ليا، الشركه خصها تتعامل معايا سبيسيال. سير دير خدمتك، ديسكريبتيف دو بوست فيه واحد جوج ثلاثه اربعه، سير دير اربعه الحوايج ديالك. ما يقولش لك صباح الخير لهلا يقولها، بلا ما تبقى تقول معفر وكلشي، ما عارفش حتى هو لا عنده لي دو كريدي ولا عنده مشي. ما كنتيش من الباترون، ولكن ملي خرجت ما كنتش فاهم هادشي. يا ريت كون فهمته انا ملي كانت في عمري 22 عام، ولا ما كنتش فاهم. تبدلتي يمكن الموقع، عاد بديتي كتشوف شي حوايج ما كنتيش فاهمهم. اكزاكتومون. ودابا انا كنعطيك ماشي المعلومه، كنعطيك الحكمه ديال سنوات، راه في عمري 48 سنه، الحكمه ديال سنوات ديال السالاريه وديال ملي خرجت. ملي خرجت فهمت ان ذاك الباترون راه ما عندوش باش يخلصك في راس الشهر، ما كيقولهاش ليك، يمشي يتسلف من فلوس عائلته وكلشي باش يجي يخلصك. انت ما في بالك والو، بالك كيبان لك خرج ركب في الكاتكات ومشى، ما كيجيش يخدم، هو راه مشى كيقلب كيتسلف وكيقلب باش يخلصك. ولكن كاين لي باترون الحكاره، هذاك باترون حكار كاين ناس ما مزيانينش طبعا، اكتفي يدك وبدل ساعه اخرى. كاين اللي نتعاملوا مع هذا الشعور ديال الحقره، هذه الكلمه هذه بزاف كنستخدموها مؤخرا. كاين واحد الصدمات اللي كيجيو معنا، كنسميو دي بليسيور دو لام، هادشي كيجي من الماضي، واحد الصدمات كيجيو من الماضي. ولكن انت راك كبرتي دابا، اغفر لماضيك ولوالديك واكتب قصه جديده وامضي قدما. صافي كتبتي بالحقره، بدل ساعه اخرى، السي في ديالك اكتواليزي، قلب على بلاصه اخرى، كاين العمل، كاين الفرص، سير خدم في بلاصه اخرى. تميز الحقره، نقول لك الحقره شنو سببها؟ انك ما كتاديش المهمه ديالك على اكمل وجه، وغتحقر لا هنا لا برا لا فين ما كنتي. ولا كنتي كتشوف انك كنت مع ناس ربما مراد، او ربما مع واحد ما كيقدرش مجهودك، ولا بالعكس اكسبري كيديرها باش يطيح لك مثلا من قيمتك. بدل ساعه اخرى كاين. انت بالنسبه لك التغيير، التغيير ربما ارض الله واسعه، لكن انت في يدك، وزعما في يدك بصح، كون على يقين هما غيجيو عندك. الا كان عندك العطاء وفي يدك تعرف تبيع داكشي اللي عندك وخدام على راسك وعندك، هما غيجيو عندك. وهادشي غتجربو ملي غتخرج تخدم بوحدك، غتخدم بوحدك غتقول واش انا كنعطي واحد القيمه مضافه لهادشي اللي كندير، واش الوقت ديالي. سول راسك سؤال واحد، شحال الثمن ديال الساعه ديالك؟ وشوف هذاك الثمن ديال الساعه ديالك واش تقدر تجيبو في بلاصه اخرى.
قدرتي تجيبو في بلاصه اخرى وبدل ساعه اخرى تجيبو في بلاصه اخرى. حط راسك مالك في المحطه راسك تلقاه راسك من تسير. بعتي راسك غالي راك غتبع غالي ويعطوك قيمه، بعتي راسك رخيص راك غتبقى. هو التميز هو اللي كنتي بحالك بحال طول الموند يعني مويا بحال بحال طول الموند كيكون فاسيلمون رومبلاسابل في ساعه يبدلو منك بزاف منك عادات نحل الباب غيجيو 10 ولكن كنتي انت متميز بحال شي عندنا وشي واحد هنا كيهضر هذا السبانيونيه والانجلي والفرنسي كوريكت والعربيه قدروا يبدلوه ما صعيب صعيب ما لقاوش هذا البروفيل هذا راه خدم على راسو بزاف كيهضر فرنسي والعربيه شويه كيهضر فرنسي وما كيجيش في الوقت غيتحقر هذا انا نقول لهم حقروا هذا حقروا هذا المصيبه انه تزوج ولاد ودار كريديات كلشي غيتحقر هذا قابل للحقره كاين الناس قابلين للحقره ما خصكيش ماجده تكوني ولا السيد اللي كيسمعني خصك تكون قابل للحقره وباش ما تكونش قابل للحقره خدم على راسك العمل ثم العمل ثم العمل والتميز والتميز ماشي على العمل تكون متميز متميز متميز, متميز فيما يعني انت تتقنه وفيما انت تعمل تعمله واضحه. اخر سؤال باش نسدو سهم القلب وخا مشيت معاك بزاف د المواضيع هكا انا معاك ما كاين مشكل ماشي كله زعما رائع انا استمتع واستفيد ماشي وهذه ما حاجه مهمه الله يحفظك بصراحه من هذه الخبره اللي راك متيها واحد يعني أجير وكذا بنت أنت يعني عندك مقاولة أو وكتستقبل بزاف ديال الحالات وبزاف ديال الشباب وهذا الشيء كله صراحة شنو هو النقطة المشتركة أو المشكل المشترك الحلقة المفقودة ما بيننا كنا أي شخص عنده كيشوف راسه أنه فاشل أو ماشي في بلاصته أو شنو هي الحلقة المفقودة وش هي داكشي اللي قلتي لي قبيلة ديال ما عارفش راسك كاين هذيك ما عارفش راسك راه حنا راه حنا في طريق الوعي انك تقدر توصل 60 عام باقي ما عارفش راسك ما عارفش راسك هو جاوبني على السؤال ماذا تريد نو باغي اشنو باغي باغي الفلوس كلشي كيجاوب هذه القضيه علاش شنو باغي فين كتشوف راسك من هنا ل 10 سنين هذا هو السؤال الاول السؤال الثاني ماذا تفعل لما تريد جوج اسئله الأغلبية ما كيجاوبش عليها ماذا تريد؟ شنو باغي؟ باغي الفلوس فلوس جينيرال شحال ديال الفلوس؟ منين غتجيب هاد الفلوس؟ واش ممكن دير باش يكونوا عندك هاد الفلوس؟ يلا جاوب دابا إلا سولتك ماجدة دابا أنت غنسولك سافا بخوندغ دو طون باش تجاوبيني هادشي اللي جاوبتك هادي اللي جاوبتيني واش تقدري تمشي شهر وأنت كتسولي راسك شنو باغا وغتسيب راسك دخلتي لواحد اللابيرانت غتعرف راسك بنتي راكي ما عارفاش راسك انت ولدي اللي كتشوفني راك ما عرفتش راسك شنو باغي وبالسيف غيجي واحد غيشد لك لا تي لو كوموند ويبدا يكيدي فيك انت ما عرفتش راسك شنو باغي سير خدم على راسك عرف راسك شنو باغي وتكون واحد الصوره الذهنيه في دماغك فين غتخدم وهذيك الصوره الذهنيه المستقبليه اللي قدامك هي اللي غتخليك تغير الحاضر ديالك بحال دابا نقول لك انا بغيت ندير ان كوتش انترناسيونال ونكون انترناسيونال يعني لونغلي هذيك الصوره الذهنيه ديال كوتش انترناسيونال خصني من دابا نبدا نخدم على لونغلي باش نوصل لخمس سنين نكون في هذيك الصوره تما نخلي المستقبل ديالي يبدل الحاضر ديالي حنا كنخدموا بلي مويان ديالنا ديال دابا وما عارفينش فين غاديين حنا غاديين وكل مره كاع النهار وانت كدور كنلوح اللوم على الاخرين كاين واحد لو تريونغل دراماتيك بلي قلت لك بروتيكسيون نيتريسيون اي كونيكسيون كاين واحد لو تريونغل دراماتيك ديال كارتمان هاد المثلث المأساوي شنو فيه فيه الدور ديال الضحيه الدور ديال المنقذ والدور ديال الجلاد او المتسلط لو بوغو لو بوغو بيرسيكوتور بوغو فيكتيم اي سوفور لو بوغو المغاربه ترجموها بوغو ما لقاوش ليها بالعربي سموه بوعو داك المتسلط داك اللي كيخلع كلشي كنضلوا ندوروا في هذا لو تريونغل دراماتيك الا بغيتي تطور من ذاتك خرج من هذا المثلث هذا الضحيه والمنقذ والجلاد والجلاد الجلاد هي بلاد ما عطاتنا والو هذا البرنامج عيان برنامج عيان زابي دوز الحاجه اخرى صافي طريقه كيخربق كنخربق دوز الحاجه اخرى سير شوف خربق شي بلاصه انت وخربق حتى بحال اللي درتي تخربيق فهمتي ولا لا ما فيدكش واخا ما فيديش دوز الحاجه اخرى صافي ما تبقاش مقابل جلاد على ناس ولا سوفور انا غنقد كذا 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 عطيو مثال واحد السيده خات عندي كونسلطاسيون ليا ما تكدير الاي كوميرس دير الاي كوميرس دير الاي كوميرس ولا باس عليها كدير في الشهر واحد 100,000 درهم ويتقول انا ما كنديرش الاي كوميرس باش نكون واضح انا لست مختص في الاي كوميرس ولكن مختص في كوتشي قالت لي المشكل عندي انني دابا كيتسولوني لي فورنيسور 80,000 درهم 8 ديال المليون وانا ما عرفتش ما بقاش عندي الفلوس وانا بعت في هذا الشهر 100,000 قلبت معاه داكشي اللي كنعرف لقيت لعبه الدور ديال المنقذ شنو هو الدور ديال المنقذ بما ان الفلوس دخلوا
ما فرقاتش بين الشيفر دافير ولا مارج بالرقم المعاملات والربح واش دات دوك الفلوس وبدات كتنقد في عائلتها وفي خوتها وفي امها وكل شيء فعطمت يعني كونسومات الفلوس ديال لي فورنيسور كلات الفلوس ديال لي فورنيسور قلت لها راكي تادي للحبسه بنتي علاش لان ما فرقتيش بين هادي وهادي قالت لي لا ملي دخلوا الفلوس بانوا لي الفلوس وانا خصني نقد عائلتي قلت لها عائلتك كانوا في هذه المشاكل قبل منك قالت لي ايه قلت لها واش داك تاكل الفلوس لي فورنيسور قلت لها انا في الاخر حصه ما تخلصيهاش عسيري تتحل لي مشاكلك كنزيد علينا الكود الحصه غنزيد تغرق غادي نغرق انا ناكل انا فلوس سيري بدلي ساعه اخرى مع بلا ما تخلصي ما والو سيري تدي لاباس وعاد يجي علاش حيت العباد الدور ديال المنقذ بلاص ما تركز على شنو بيدك ما ديري دابا ركزت على ان خصها تنقد عائلتها ودير 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 ونقد على راسك وقفي البيزنس ديالك باش تقدري تخدمي معاك اختك وخوك وكلشي وتنقدي امك وباك واضح غاسي با وما تزوجوا عن حب وعن علاقه وعجباتو وولدوا لنا هاد المشاكل لا ما عندكش مع الحب بس طريقه كتامن حساب بنكي اذا الحب حساب بنكي ليك طبعا يحترم راك شرحتي لنا قبيله بالورقه والستيلو علاش انا ما بغاش يفهم حقه طبعا والاختلاف رحمه وكل واحد كيفاش كيشوف الحياه والامور نتمنى ملي يوقع في المشاكل كلشي يدوز واحد عام ولا عامين كلشي عيط لي في التليفون كان عندك الصح واخا كنت مختلف معاك تعرف انا على الاعتراف شي حاجه مهمه ماشي الانكار ما عمرك تتعلم سي طريق سلينا سهم القلب دي طرحتي انا في سهم القلب ندوزو لسهم القلب والقلب مرحبا نشوفوا شنو كيتقال على العالم ديالكم خصوصا على شخصكم سي طريق مرحبا وطبعا والله الا سامع انت غير نسمع شنو كيقول ياك تبغيت نبغي نسمع يلا مباشره غادي نمشيو لسهم القيل والقال وغنشوفوا شنو كيتقال على سي طريق المليح اذا سهم القيل والقال سي طريق لا طبعا رغم ان بزاف ديال الناس يعني يصفقون سي طريق والمسيره ديالو معجبين بزاف به طبعا هناك الناس اللي كيوجهوا لك انتقادات وحنا اليوم غادي نعطيوك بجوج يعني الايجابي والسلبي واش قشابتك واسعه ما كاين حتى مشكل خاصك تعرف على القضيه اللي كتخرج تعود وجه مألوف ومعروف كيجيو جوج الحوايج يجوك نحل يجيك الذباب نحل كدير مع العسل كدير مع بيزنس كلشي كيجي كينتقدك الحق وينتقد ما انا ما نحقق هذاك الراي ديالك ليس بحقيقه طبعا هو راي وليس حقيقه لان كاين واحد المقوله اللي كتقول لك الذي يعرف لا يحكم والذي يحكم لا يعرف ممكن انك تاخذ مقطع من هذا البرنامج هذا كامل تاخذ مقطع في 30 ثانيه وتبيني اشر خلق الله فعلا وممكن انك تاخذ واحد المقطع وتبان لك انا في صوره ملك ما انا اشر خلق الله ما انا ملك انا طارق المليح باخطائي بصدقه بزيفه بمشاكله بامراضي هو هذا يعني ملي كتخرج خصك تقبل تكون قشابتك واسعه ان اي واحد اللي بغى يقول شي حاجه مرحبا ولا تستمد الثقه ديالك والحب ديالك او الكره ديالك من هذوك الناس اللي كيقولوا ما كيعرفكش طبعا اكيد طارق لا نبداو بالحويجه كتقال عليك يقال انك من لي كوتش النخبويين يعني كتفيزي واحد النخبه معينه انك ماشي ديال كل شيء هذا واش انتقاد ولا هذا جاني تصفيق هذا انني من النخبويين يعني انتقائي يعني انت ما كتخدمش مع الدراوش وما كتخدمش مع الناس اللي متواضعين وعلى قد الحال ويلاه بادين انت البيجي ديالك طالع يعني الكونسلتاسيون عندك انا كنكونفيرمي لك هادشي اللي قلتيها فيس تو فيس كنقول لك انا ما كنخدمش مع هاد القضيه ماشي لانني كنحتقر واحد في كلشي لان اختاريت واحد البوزيسيونمون اختاريت واحد لانيش مع من كنخدم وما غنصلحش لهذاك اللي غيدير لي معايا اون سيونس ولا دو كلشي انا محتاج معايا باش دير باش تغير محتاج معايا واحد 6 شهور واش عندك البيجي باش دير معايا 6 شهور ما عندكش البيجي علاش انا غنبدا معاك نقول لك ها شنو دير المره الجايه تعيط لي نقول لك خويا انا راه ما كنخدمش بحال هكا وردا على هذا الانتقاد الحضور ديالي في لي ميديا سوسيو وفي لي بودكاست ولا البودكاست ديالي انا سي امين بلا ميعاد راه كنعطي كاع داكشي اللي عندي وكنعطيه بصدق وفابور بدون مقابل غير سير جلس وتفرج وخذ ورقه وستيلو وغتاخذ معلومات
كنقول بين قوسين مهمه وغتفيدك. يعني انت بالنسبه لك حقيقيه المعلومه، ولكن حقيقيه حقيقيه شرحتي لنا علاش. اذا هي كتقال عليك حقيقيه، ما كيكذبش عليك الطريق، خلي حقهم يقولوا اللي بغاو. غتجيبني لواحد المعلومه واحده اخرى، انك ضد قانون الجذب. انا كنسمي قانون الكذب، بمعنى جلس تخيل راسك انك تكون سعيد وغتكون سعيد، ولا تخيل راسك طاقه الغنى وغتكون غني. قانون الجذب يمكن في الباركينغ كتكون غادي في شي زنقه، شي واحد خرج وكتلقى بلاصه من التفاف، ولكن باش تجذب واحد 1 مليون دولار ولا 500 ألف درهم ولا كذا، ما نتيش خدمت عليها ما غتجذب والو، غتجيك الجذبه يمكن ولا. جاتني قانون الجذب. علاش دابا قانون الجذب عاد مشهور بزاف؟ لان كنحيد عليك المسؤوليه، كنقول لك يا مجدة غير جلسي يا اختي تكاي وارتاحي وغمضي عينك وتخيلي راسك غنيه. غتخيلي راسك ماشي الحقيقه، ملي غدوري غتلقاي في جيبك 50 درهم ولا ما كاين لا غنى لا والو. يعني تخيل راسك ما ديش المجهود. داكشي علاش دابا صامخش مزيان في العالم، الا درت انا كوم كوتش كنهضر على قانون الجذب راه غنعمر الناس غيجيو عندي، غتلقى الاتباع. علاش؟ حيت كيقول لي ما تخدموش. انا كنقول نوض خدام، نوض توكل على الله، الحياه راه ماديه، راه العمل، راه العمل، راه العمل، راه العمل. الله سبحانه وتعالى قال وقول اعملوا. اعملوا المال والبنون، المال هو الاول، المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات، المال سبقوا على البنون. فعلا هذوك البنون اللي ما كانش عندك المال يعاودوا يشوفوا بحال الطاعون، يشوفوا بحال ما دبانا ما دار والو، عليك تتموت ولا وانا ما درنا والو، ما والو، بانا فقير، ما تكلمت ما يكونش مسموع. يعني انا مادي، انا كنقول انا كنعترف لك اعتراف، انا مادي وما مزيانش. يلاه تزيد. لا 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 مادي لا تعني انك ما مزيانش، لا 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 بغيتي تقول عقول. لا ابدا لا، انا سؤالي زعما اللي بغيتي الدنيا هذاك فمك وقول لي لا. يعني مادي براغماتي نفعي، براغماتي هاد الكلمه هذه. انا براغماتي ما عنديش معك الخبير افكار السحريه والخرافيه، ما غنديرهمش معاك، غنقول لك الحقيقه. الناس والناس يعني اللي في الريزو سوسيو راس مالهم هو قانون الجذب، طاقه الثراء، طاقه لا ادري ماذا. واش هذا الشيء يعني بالنسبه لك واش هو نصب ولا هو واحد العالم خفي وصافي؟ وحنا واحد السيد كان انا واحد السيد جا عندي في كوتشين كلشي، قال لي راه فلان كنت عنده في كوتشين وجا عندنا المدينه وكلشي، وكيهضر على قانون الثراء وقانون الجذب كلشي. قال لي مشينا نصليو العصر، قال لي ملي صلى قدامي تقاشروا متقوبين. قال لي بغيت نفهم انا يومين هو كيقرينا الطاقه الثراء 10 12 درهم 20 درهم، فين هو الثراء هذا؟ صبعك خارج بحال هكذا، فين الثراء؟ طاقة الجذب وطاقة الكذب وطاقة ما عرفت شنو هاد الشاكرا، وغنفعل هنا. هضر معنا خذونا على قد عقلنا، خذوا خوكم طارق علي، انا قديم، خذوني هضر معايا على شي حاجة، واحد زائد واحد غنخدم على هادي، غندير هادي، غندير البيرسونال براندين، ها الخطة، ها شنو غنديروا، داك الشيء كيغديني. تبدا تقول لي المخيلات وداك الشيء كتجيني بحال كاين شي حاجة، ولا كاين المخدرات المادية كنشوفوهم كنقيسوهم، ها المخدرات الصلبة، كاين المخدرات الفكرية، هذا من المخدرات الفكري. واضح الجواب ديالك، ميساج اونفاي وروسي وكل شيء. وهذوك اللي خرجوا لنا للوضع تراكسيون، هذوك ميريكان هي اللي خرجت للوضع تراكسيون ولو سيكري وكذا وكل شيء، راه كيعملوا ليل ونهار. انا خدمت مع لي زاميريكا، راه غتخلع غير الطريقه باش كي والله لا هم عبيد للعمل، نهار ديال الخدمه جهنم كحل عندنا. واضح الجواب ديالك سي طارق. يقال ان المكملات الغذائيه عرف بطبيعه الحال تعرف احسن مني كذبه تسويقيه، وهي بالعكس خطرها اكثر بكثير من نفعها. انا درت ان ديبلوم دو ناتيوروباتي، ناتيوروباتي ناتور بات لا فوا دو لا ناتور، فيه لا نوتريسيون، فيه لا فوا دو لا ناتور. غالبيه لي كومبليمون المكملات الغذائيه كتمشي كرم الله وجهكم، كتمشي في المرحاض، الجسم ما كيستافدش منها. يعني إذا كانت عندك ماكلة متوازنة صحية، ماكلة متوازنة هي بروتينات جيدة، دهون طبيعية، زيت بلدية، خرا غالية شوية مع الجفاف لوجيك، زيت بلدية، لافوكا كذا، قرقاع، هادشي دهنيات صحية، بروتينات، خضر وفواكه طبيعية وموسمية. واش عارف واش الفواكه ولا الخضر انها في ذاك الموسم ديالها الثمن ديالها كيكون رخيص، لو لقيتي الفاكهه الثمن ديالها رخيص هذاك هو الموسم ديالها واجده بزاف، واكثر فائده، واكثر فائده لان جايه في الموسم ديالها، ما حرقاش الطبيعه. يعني كنت كتاكل ماكله متوازنه ما خصكش كومبليمون اليمونتير، ولكن
هذا الزمن زمن ديال السرعة، بنادم باغي يوصل النتائج بسرعة، باغي السلام عليكم يدوز 6 شهور في لاصال ويعود العضلات ديالو منفوخين ويعود الشكل ديالو ما عاد كيفاش، يعني عاد باغي السرعة وباغي يحرق المراحل. داكشي علاش بنادم والماركتينغ ديغيير كيبيع عليك الوهم والوضع ضحك، كيبيع عليك ان شوف راه ساهل وبسيط. انا ما عمري كنقول ساهل وبسيط وثمنه رخيص ومفعول ديالو كبير، هذه هي الوعد باش نبيع لك. إذا بغيت نبيع لك شي حاجه نقول لك راه ساهله وبسيطه وسهله وثمنه مناسب. اختي ماجد بغيتي ديري واحد الوصفه ساهله وبسيطه وموجوده في السوق وكتصاوب في 3 دقائق تاكليها، مخدر فيك عطيته لك يا سلام تقي ديما تصنطي ليا. ملي قلت لك انا راه يوميا كنتريني كنفيق مع 6 الصباح يوميا كنتريني يجو السوفخ وكنعرق، وبحال دابا البارح كنت كنوجد عندي دي كوتشين اون جروب اونلاين، نقول لك بديت مع 9 الصباح حتى 4 د العشيه وانا جالس كنقرا. ملي غادي تقول شي واحد راني من 9 الصباح حتى 4 د العشيه 7 السوايع ديال القرايه كتخلعو، هو راه كيشد ورقه وكيجي النعاس، كيشد ورقه 5 دقائق وكيجي النعاس. خصني نقول لي انا ساهل داكشي بسيط، كتفرج في هاد القضيه مع هاد القضيه وكتاخذ هاد المعلومه غيقبلها غيعجبو الحال وبقى متبعك ويدير لك ابوني ولايك حتى زوين. ويلي انت كتعطي مخدرات كتغديه كتغدي الا قلتي له الحقيقه والصعوبه. قلتي لي راه البارح انا من 9 وانا جالس حتى 4 د العشيه وانا جالس يعني كنفرض على راسي اني نجلس وكنخدم، يعني راه غيتخلع. ممل هذا السيد هذا، شحال فيه ديال شحال فيه ديال الفهمه ويلي كثر علينا عجبو راسو كيفهم عندنا وكذا. ما كنوريش انا تما انت مخبع داكشي ما كنوريش الناس مع السويده. قال كنقول غير حل الكتيب، كنقول الكتيب زوين وهاد القهوه زوينه كنقول لي سنه شويه. انت كدير شويه الماركتينغ كنورمال كندير شويه البخور وداكشي طلق لي السحور ديالي. سي طارق، واحد الحويجه ما عرفتكش، يعني هي ما كتماشاش مع هادشي اللي هاد الحلقه كلها وانت كتقولها لي. يقال انك من الناس اللي كيامنوا بزاف بالحظ. اوه يا سلام. الوغ كنت براغماتي نفعي مادي، كيفاش كتامن بالحظ؟ تري بيان، السؤال عندك واعر هذا ياك. عجبك السؤال؟ عجبني السؤال ومزيان غنوضحوا هذه القضيه. الحظ سميناه بالمفهوم ديالنا حظ دابا، ولكن حنا مرجعيه دينيه اسلاميه كنقول التوفيق من عند الله. راه تقدر تخدم ودير المجهود ودير كاع المعايير ديال النجاح وما تنجحش. ودابا غنمشي نتلاقى مع اي واحد هادو اللي ناجحين، غتلقاي في واحد الوقت تلاقى مع شي واحد ولا شي فرصه جاته اللي ما جاتش واحد اخر ولا واحد الفكره يسر الله انها جاته. هذاك التوفيق ولا سميه حظ ولا سميه كارما ولا سميه اللي بغيتي. كاين واحد الطرف اللي ما بيدناش، ولكن كنامن باش يكون عندك الحظ خص يكون عندك استعداد، خصك داك الهارد ووركين. لكن كنجمع النجاح فيه واحد 3 بارتي، فيه واحد 30% هارد ووركين عمل، ماشي 100%، 30% 100% هي ديالك، هي 30%، ولكن النجاح إذا جمعتيه هو 100% غتاخذي 30 هو هارد ووركين. 10% علاقات، حنا كنعيشوا في واحد العالم ديال العلاقات، اللي ما عندكش علاقات ما عندك والو. 10% 60% حظ، 60% حظ، 60% حظ. لاحظوا بيل جيتس أغنى رجل في العالم، أغنى رجل في العالم، علاش؟ مايكروسوفت من اللي اخترعها، علاش؟ لأن باه كان الوحيد اللي عندهم اورديناتور في ديك المدينه، هو كان شرا اورديناتور. مارك زوكربيرغ جاو عنده جوج قالوا ليه كودينا وخاد الفكره ديال الفيسبوك. تصور كون دوك الجوج ما جاوش عنده، هو كان مستعد، راه كان كيكودي ولكن يعني راه خدم هارد وركر، راه كان في هارفارد. جاو عنده جوج قالوا لي غتكودينا غنديو فيسبوك، خاد الفكره مشى نقلها وخدم بها. يعني هو خدم الحظ لقى مع دوك جوج الناس، ولا خادو تاهما دي زاكسيون زعما كل كياخذ. جيف بيزوس ديال امازون، الحكايه ديالو ان باه ومو كانوا غنيين وسلفوه 300,000 دولار وقال لهم راه ممكن ما ترجعش لكم هاد 300,000 دولار، ولكن كانوا غنيين وعطاوها ليه. تصور كون جا عند بانا يقول لي 300,000 دولار، اخويا كان غادي لفرنسا. يلاه غنبارطاجي معك اخويا عز الدين، هو غيتفرج الحلقه، كان غادي لفرنسا في 78. قال لي بغيت نمشي لفرنسا وخصني فلوس كلشي، قال لي جبد كاع ديك الثروه اللي عنده جبد لي 50 درهم، قال لي كثر خص لابا. ملي غيشوف دابا خويا هاد الحلقه غيضحك. ثروه راه 50 درهم بالنسبه للوالد ديالي. وبات جيف بوزوس عطاه 300,000 دولار، 300 مليون. دنيا ارزاق كل واحد. كل ارزاق كل وزارو، كل وحدين ولدوه كانوا لاباس عليهم وحدين ولدوه. الله غالب. رجعت يا حد. يعني كاين الحظ، كاين الحظ. يعني اذا فعلا انت اطلب من الله انه يلاقيك مع الناس المحظوظين، وطلب من الله ان يكون عندك الحظ والتوفيق. هنا واحد السؤال مهم. يلا
انت قاعدة تسلو؟ لا تقريبا سلو ماشي بزاف واخا هكاك ماشي بزاف الصفحة عندك نقيقية الحمد لله يا ربي توفقنا. سي طارق واش حنا كلنا مديورين نكونوا أرباب عمل مقاولين ومقاولين ولا كاين اللي البروفيل ديالو هو يعني شغيلة ماشي يكون أجي ماشي حنا كلنا مديورين باش نكونوا رواد أعمال لأن الصلابة النفسية ديالنا ماشي بحال بحال اللي يولف أنه واحد الصالير كيدخل كل شهر واللي كيعيش به ومرتاح معاك هذا كيفكرني في واحد الحالة ديال واحد الصديق ديالي كان خرج في ديك لابيريود اللي خرجت أنا ويسر له والله أن البيزنس ديالو مش مزيان وكل شيء ولكن في ثلاث سنين الأخرى رجع صالاري قلت له سي محمد ممكن غيشوف هذا البنور ما نقولش الاسم العائلي قلت له سي محمد علاش رجعتي قال لي طارق أنا ما عنديش الكتاف ديال المنتخب قال لي خصني الصالير كيدخل مونسيوالمون قال لي ديك لابيريود اللي ديك الوقت اللي ما كيدخلش ليا الصالير قال لي كان بانيكي قال لي كان تسطا كان حماق قال لي واخا انا عارف غيجي من بعد قال لي ولكن انا داك الانسان اللي خصو يدخل واحد القدر ديال المال كنعرف كيفاش نوظفو مع وليداتي مع عائلتي مع داكشي اللي قدر ليه الله قال لي ما ديوش ليا داك اب اند داونز كنطلع ونهبط بين الناس اللي مغامرين هذه عباره على القيم ديالك كاين اللي القيم ديالو فيهم الحريه بحال دابا انا القيمه العليا اللي عندي ماشي هي المال واخا كنهضر الماده ولكن هي الحريه والمال يلا باش نعاونك المال دوك الاوراق ديال المال فهما عباره على حريه مطبوعه على اوراق جات كادي لا 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 المال شنو هو عميق هادشي اللي هو حريه مطبوعه على اوراق يعني اللي كيكون عندك في جيب تيكيت عامرين اش كيوقع غدا بغيت تمشي لفرنسا غتمشي لفرنسا بغيت تمشي لتايلاند غتمشي لتايلاند يعني رصيد الحريه كيطلع مع الرصيد البنكي والعكس دابا انا فسرت لك علاش المال مهم راه القيمه الاولى عندي هي الحريه ولكن باش نوصل لديك الحريه خصني يكون عندي المال لان دوك الفليسات هما اللي غيخليوني غنجي في واحد الطومبيله محترمه انني غنمشي لمراكش غندي بلاصه كون ما كانوش عندي يقول لك الفقر جبيره وراك مكمش فهمتي ولا لا ما بغيتش لمراكش ندوز هاد الميكاد غنقول لي لا لا غيتقام عليا ب 5000 درهم ما غنمشيش واخا انا ما خصهاش 5000 درهم معاك وني هادي زعما ولكن غتقول خصني الفلوس خصني الحريه وهذاك المال عباره على حريه حريه مطبوعه على اوراق ملي تبقاو تشوفوا الفلوس قولوا هذه حريه مطبوعه على اوراق واضحه عجبتني هذا التشبيه هذا اللي درتيه عميق اللي يعني اغيف لي سيغ هذه الجمله هذه سي طارق لا لا الناس اللي كيشوفونا انا عندي واحد القدر ديال المال مثلا احسن طريقه دابا باش الواحد يستثمر فلوسه في المغرب بزاف الناس غيقول لك العقار انت شنو غتقول انا نقول استثمر فراسك استثمر فراسك باش تعود الساعه القيمه ديال الساعه ديالك غلا من هذه القيمه ديال دابا باش تعود فوق 10 هذه القيمه ديال كيفاش غتغير واش غتغير بالساعه اللي لابس ولا بالكومبلي اللي لابس ولا بالدماغ ديالك وانا بغيت نستثمر يعني بغيت ندير شي حاجه جديده ندخل واحد المجال جديد دخلي مزيان هذا هدف هذا حنا بدينا في كلشي هذا هدف ديالك بغيت تدخلي واحد المجال جديد غنحددوا شنو هو داك المجال اشنو خاصك المؤهلات باش تدخلي لذاك المجال اهم مؤهل اي بروجي اي بروجي كاين واحد الثلاثيه ديما كنعمل بهذا المثلث اي بروجي عباره على ثلاثه الحوايج عباره على وقت شحال ديال الوقت غتعطي لهذاك عباره على جهد شحال ديال الجهد غتعطي لانتونسيتي في هذاك ليفور اللي غدير ياك الوقت شحال المده الزمنيه شحال ديال الجهد غتعطي شحال ديال الفلوس غتستثمري باش تزيدي لقدام حنا المشكله ديالنا انني كيكون عندي الفلوس كنمشي كنستهلكهم كنديرهم ماشي استثمار كنديرهم استهلاك كنشري ساعه كنشري سبرديله كنشري سوبر وما كنخدمش هذا اللي جاب لي دوك الفلوس الا خدمتي هاد الراس ديالك خدمتي هاد المعلومات هادو استفدتي الراس ديالك كان الثمن ديالك 5000 درهم النهار يعود 8000 درهم وهذا الشيء انا عشتو ماشي كنتخيل عليك راه ملي بديت انا عبد ربي ملي خرجت كانت الساعه ديالي كتسوى 100 درهم انت كتبيع الساعه ب 100 درهم دابا كنبيعها ب 1500 انا قلت لك الثمن يلا قليل في المغاربه اللي غيهضر لك على الفلوس انا كنقول لك كنبيعها دابا ب 1500 بغيت تجي عندي مجدة نقول لك 1500 مجدة خوند واليس ما نو نيغوسي نيغوسي وسي تو ني با ساتيسفيت ما تخلصيهاش الا ما جاوبتكش على داكشي اللي في راسك وما كنت حدا كنت حدا راسي اللي ما جاوبتكش كل شيء ما تخلصيهاش ولكن اللي ما خلصتيهاش غتقول لي علاش ما خلصتيهاش صح لي غنتعلم غتكوني انت واحد لوكال اللي ما خلصتش ولكن تعلمت منك انا اللي غنكون خلصت 1500 درهم من وقتي وعلمتيني انت وغنكون رابح يعني وقلت لك بديت ب 100 درهم
علاش ديك النهار 100 درهم ودابا 1500 درهم؟ علاش؟ شنو الفرق؟ انا استثمرت في راسي صافي. ندمتي على غتقول لي ما عنديش فلوس باش نستثمر على راسي؟ عندك الانترنت، عندك الوقت، جلس. هذاك استثمار، هذاك استثمار. جلس عطيه الوقت للماده اللي بغيتي دير. بغيتي تقدم خصك تستثمر، ما يمكنش. العقار غيزيد غيعاونك، غيرجع لك 6-7% باغون. هو ابروكسيماتيفمون كيرجع 7-10% ماكسيموم. ولكن الا استثمرتي في راسك، الساعه ديالك غيعود الثمن ديالها خيالي. شكرا لك سي طارق. شكرا لك. مازال مكملين، مازالنا جوج فقرات. مرحبا، غنخليك تمشي لمراكش، انا عارفك عطلتك. ما كاين حتى مشكله. اذا مشاهدينا، سالينا الفقره الثالثه، سهم القيل والقال، وغندوزو للسهم بالراي لكن بعد الفاصل. إذا سهم الرأي هي الفقرة الرابعة سي طارق. عندي لك مجموعة من الأفكار، ماشي بالضرورة يعني مجال تخصصك، وبغيتك تقول لي رأيك كمواطن مغربي واش معها ولا ضدها. مع أو ضد دراسة تقول أن أو إن أكثر من 50% من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية. دي سي حسين الوردي اللي كان وزير ديال الصحة، واللي كان نهضر دا يمكن في 2017 ولا شي من سنة. نعم، وحقيقة مثبتة أنك تكون في الطريق كتكلاكسوني على واحد طوموبيل زوينة وكل شيء، كيهبط الشرجم كيقول عما كاين عطيت، يعني واش هذا ما عندوش اضطراب زعما؟ هذا إنسان سوي، هذا إنسان سوي. إنسان ما الدواء ما كيفيش فيك أنت، ما خصكش حاجة أكثر من الدواء. يعني بنادم عامر، بنادم كيخرج في شي حوايج اللي ما خصهمش، اضطرابات كثروا. الأزمة كاينة، الاضطرابات كثروا. إذا مع أو ضد عملية التجميل؟ ماشي بهذا الشيء اللي كنشوفوا دابا. ما كيشوف ملي كنخدموا بزاف على المظاهر ملي كنخدموا بزاف على المظاهر، يعني الجوهر ما كاينش. قد ما خدمتي على المظاهر قد ما الجوهر راه فيه شرخ. الشرخ هو مقاسم ولا شق. يعني كلنا واحد البصلة، هاد القرعه ديال الريحه. قد ما قوات القرعه ديال الريحه قد ما ريحه البصله قويه فيك لداخل. يعني قد ما العطر ديالك راه خايب، ولكن كتغطي بواحد الماركات وبواحد عمليه تجميل. قبل ذاتك كما هي. انا مع عمليه التجميل اللي كان واحد شي حاجه وراثيه، شي حاجه اللي ماشي مشوهه شوي كبير. تفخنات باغ تعود تشوف بنادم كيبان لك بحال دونالد، بحال داكشي ديال ديزني لاند، فهمتي؟ ونفخ من هنا وخدمتك ما باش عتب شي على رجلين زعما شنو. وكثر كيبداو بنات صغار، من التقبل ديال الذات ما كاينش. ولي فيلتر دابا لا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه مع الفلتر لا هذا زيف ونصبحتي زعما. الحمد لله جبنا الله في هذا الوقت، ما صافي الحمد لله. انت ما تنصبش عليك، جيتي في وقت الغفله. جيت احنا دابا المراه دستور بينو عندي 48 بارك الله صافي. مع او ضد من يقول ان السكر هو اكبر عدو لجسم الانسان؟ مع السكر. هاي الاختراع، السكر الابيض دابا هو عباره على اختراع، ماشي ما كانش في الانسانيه. كاينش في الطبيعه السكر هذا الابيض هذا اللي كنزيدوه في القهوه ولا في الاتاي، كلشي ما كاينش في الطبيعه. كاين العنب، كاين الفواكه، كاين التمر، كاين هادو حلوين فيهم فركتوز، ولكن السكر كنختاروه بوحدو كماده كيميائيه ونزيدو في اتاي ولا نديرو فلا، لكن كنحليو به المذاق كلشي. يعني انا ضد ان السكر يكون. شنو اصلو هاد السكر هذا المصنع؟ اما قصب السكر، اما الباربع البنجر، هما ملي كيخرجوه ولكن كيعزلو على السكر بوحدو، كيعزلو هذاك المحلي بوحدو. المشكلة أن في الطبيعة عادي كيكونوا فيتامينات، أملاح معدنية، وكيكونوا لي فيبر ألياف، كيكونوا الألياف، وكتستافد من هذا الشيء كامل، والجسم ديالك كيستافد منهم. ملي كنعزلو بوحدو يعني كنأثر على البنكريا ديالي، وكنأثر على الجليسيمي ديالي. يعني العدو الأول إذا بغيتي الصحة ديالك، بغيتي بحال دابا عملية التجميل، بغيتي الجسم ديالك يكون مزيان ووجهك يكون بنضارة وكل شيء، إيفيت لو سكر. قد ما دخلتي السكر لذاتك قد ما غيبانو فيك التجاعيد ويبانو فيك الالتهابات. يعني انا ضد السكر. اخر سؤال، مع او ضد الوساطه في الزواج في العالم الافتراضي؟ يعني اش كنهضر؟ ما فهمتش القضيه. وساطه شنو هادشي زعما؟ شي دي سيت دو رونكونت، خصوصا هادوك اللي كيكونوا فيما يرضي الله.
باش كيلاقيو كيكون الله معاهم تما في داك السيت ولا شنو الله كيكون حاضر لا شنو كيفاش راك رجل أه؟ تقدر مثلا تمشي تقلب الاخت ديالك أه؟ ولا الابنه ديالك على زوج واش تخلي انا فاش اختي ولا بنتي زعما باش داكشي يكون فيما يرضي الله حزم حلال حلال غنصبغوها بحال هكا باش ما يكونش يعني داك التعارف آه. اللي ماشي حلال في مواقع التواصل شكون غيضمن لي راه حلال اسما البنت غتشوفها بحضور والديها غدير النظره الشرعيه صافي آه؟ وفي الا عجبتك شكلا وهذا كتجي صافي دق على دارهم دق على دارهم ما كتمشيو زعما تعقدوا عجبتك الدريه وكلشي واش هذا دق على دارهم سير خطبها دوزوا واحد 3 شهور ولا 4 شهور ديال الخطوبه تعرفوا كعائله تعرفوا راسكم شكون باغيين وعارفه هي التطلعات ديالها والتوقعات ديالها يصلى تزوجوا ما بلا سيت بلا انا ضد 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 صافي هو ضد سيروا داكشي الاخر الوساطه عام مصبغوا هادي داروا باش نلقاو لا تخريجه زعما حلال كون ديجست مزيان شكرا سي طريق سالينا المحور او الفقره الرابعه بقات لنا فقره واحده ونخليك تمشي فيها مرحبا لاله خذي وقتك اذا مشاهدينا مباشره غنمشيو للفقره الاخيره سهم الصوره اذا سهم الصوره هي الفقره الاخيره في طريق فكره بسيطه جدا مرحبا انت هاكوتش واخا يعني انت في هذا المجال ولكن انت ايضا مشاهد ومستهلك غادي نعطيك على الشاشه مجموعه من لي كوتش منهم جداد منهم اللي قدام من مجالات مختلفه حتى التخصصات ديالهم اللي كيهضروا فيها هي مختلفه باش كتقول لي انت بالنسبه لك شكون هو لو بروفيل اللي كيعجبك او اللي تقدر تتبعو واللي كتستافد منه واخا اوكي اذا غادي نبداو باول جوج اختيارات عندنا الكوتش الغالي معلل واحد من الشباب مجتهدين وطبعا الكوتش ربيعة المعاني اللي كانت واحدة من الضيوف ديالنا في الموسم السابق كانوا جولة تحية بارك الله عليهم جوج بعد أول حاجة اللي كيمشي في الطريق ديال الوعي شيء جميل جدا طبعا لالا ربيعة كنعرفها ميوه الغالية الله بادي ولكن عارف أنه كيدوز في إذاعات أخرى وداز معكم تموفر البرنامج لالا ربيعة كعرفها أكثر بارك الله عليها والله يوفقها لما فيه الخير إذا ربيعة إذا الاختيار ديال سي طريق هو سيدة ربيعة المعاني إيوا غنشوفوا مع من غتنافس ربيعة المعاني مع الدكتور أسامة بن شقرون طبعا هو طبيب أسامة تبعته مؤخرا ما شاء الله عليه أختار أسامة أسامة يلا غادي نختاروا الطبيب الطبيب وغادي تنافسنا سي أسامة مع المشاغب ياسين صادق سي ياسين سي ياسين ما شاء الله عليه عنده لغة جسد جميلة جدا وحتى الكونتوني ديال المحتوى ديالو مزيان ولكن اسمح لي غادي نبقى مع أسامة غتبقى مع أسامة إذا لفاند أسامة أوكي إذا أسامة غيبقى معنا وغيتنافس آخر صورة وطبعا مع الدكتور الشريبي دكتور الشريبي أكثر شهرة ما شاء الله عليه مجدد وفي الدومين دياله وراه بجوج دكاترة دابا بجوج دكاترة ولكن غنبقى مع خويا أسامة واخا ما يتقلقوش من الآخرين طبعا انت واحد ما يتقلق منا طبعا مسألة أذواق ما عندهاش علاقة لا بالكفاءة ولا بالأحسن ولا فإذا الاختيار ديالك هذا ليس بحكم ولكن رأيي واللي قريب للقلب ديالك والقلب كيكون لغة القلب ماشي عقلانية يعني اللي كيغدي فيك شي حاجة ما يتبارك الله على اللي كيمشي في طريق الوعي شيء جميل جدا إذا الاختيار ديال سي طريق هو الدكتور أسامة بن شقرون اللي كنوجه له تحية وهكا نكون وصلنا لنهاية الحلقة سي طريق حلقة غنية بارك الله فيك دخلتينا في مشاعر كثيرة دخلنا في مواضيع شائكة وخرجنا المهم كانت حلقة بالنسبة لي متميزة واستفدت على المستوى الشخصي كنعترف سي طريق كنتمنى انك انت تكوني استفدتي ويكون الناس اللي يشاهدونا الا كان منا شي تقصير ولا شي حاجة ما عجبتهمش يسمحوا لنا راه اخوكم انا راه انسان راه اخطئ واصيب وليس لدي الحقيقة والحياة عبارة على قرارات واختيارات اختار اللي كينفعك واختار اللي كيناسب ليك جوج اختيارات كاع هادشي اللي درنا فيه جوج اختيارات اللي مهمين في الحياة ديال اي شخص من غتخدم مع من غتخدم هذا الاختيار الاول ومع من غترتبط لاحظتي ان قاعد الحصه اللي درنا كامله وهذا البرنامج كامل دار على هاد جوج النقاط فين كتخدم مع من كتخدم ومع من كترتبط مع من كترتبط هذه قرارات مصيريه هذه الحياه ديالك
في الحياه ديالك في جوج قرارات خذهم مزيان. هذه هي نقدر نقول لك ما كنتش مجده ولكن دابا طاحت لي في بالي هي المعلومه اللي بغيتك تخرج بها. طريق اخر طلب طلبت منك انك ترشح لي اسم نوجه له الدعوه بالاسم ديالك يكون ضيف من ضيوفي في الحلقات المقبله. ماكراش نعطي اسم مريح في العالمي طبعا نشرفوا بحضور السي مريح في العالمي وعنده باركور كتجربة تماما كوزير كرجل أعمال رجل دولة رجل دولة طبعا رجل أعمال يعني قصة نجاح جميلة جدا باكيج كامل يعني موسيقي وفنان موسيقي وفنان إما هو إما نبقى في رجال أعمال منصف بالخياط منصف بالخياط إذا غنوجه لهم دعوة بجوج الله سي طارق سي منصف بالخياط ومريح في العالمي وشكرا مره واحده اخرى تحياتي لك. وبالتوفيق والنجاح الدائمين في طريق. اذا مشاهدينا كانت هذه حلقتي مع الساد طارق المليح كنضرب لكم موعد انا مجدة كيلاني حلقات مقبله دائما من برنامج الساد.